سجلت مملكه البحرين ارتفاعا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا نعم حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 1896 حاله قائمه جديده ليصل العدد الاجمالي للحالات القائمه الى 17,835 حالة منها 34 حالة تتلقى العلاج في المستشفى و11 حالة في وحدة العناية القصوى هذا وتم تسجيل حالتي وفاة خلال اليوم كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 2640 حالة إضافية